تحياتي لكم جميعا، نتمنى تكونوا على ما يرام وفي احسن الاحوال. فيديو اليوم هو فيديو شوبين من منطقة شمال غرب لندن. انا ما تنديرش فيديوهات شوبين كثير لاني بصراحة ماليش كثير في الشوبين. اليوم جيت لهذا المحل اللي تشوفوا امامكم اللي هو هوم سينس، جيت نشوف الحاجات الجديدة اللي حطوها. هذا المحل هو فيه كل ما يهم البيت من قطع اثاث، قماش، ديكورات، مواعين، كله. فجيت نشوف الحاجات الجديده اللي حطوها بمناسبه حلول فصل او قدوم فصل الخريف. فيلا ندخلوا ناخذوا فكره عن الاسعار ونشوفوا ما هو الجديد. هوم سينس اللي انا جيت ليه اليوم اللي كما قلت في كريكل وود، جا في الريتيل بارك ديال ستيبلز كورنر. كما تلاحظوا هذا بارك كبير كثير، فيه بزاف ديال المحلات اللي تيكونوا عاده تيكون الفرع يعني كبير كثير، في حاجات اللي ما تتكونش في نفس الفرع مثلا في مناطق اخرى. من هنا ايضا من الجهه الاخرى كما تلاحظوا راه كاين محلات اخرى. فالان غادي نقوموا بالجوله ديالنا، ندخلوا لهم هوم سينس اللي انا جايه من اجله.
واد الجانب راه اللي كيما ملاحظين فيه يعني الفوات وحاجات الحمام، كيما لاحظتوا هذا المحل يعني اسعاره نسبيا مرتفعه، وحتى الحاجات اللي عاملين عليها تخفيض تظل يعني شويه مرتفعه. فنتمنى تكونوا استمتعتوا بالجوله، تكونوا خديتوا فكره على هذا المحل اللي هو هوم سنس، وانا نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.